وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة إكرام. كلنا عارفين السفنج خامة جميلة بنصنع منها المراتب وبتدخل في صناعات كتير ومفيدة وليها خواص كتير، من أهمها إيه؟ إنها بتمتص المية. لكن من كام يوم سمعت حد بيوصف حد تاني إنه سفنجة، فبصراحة أنا استغربت، يعني هل هو بيمدحه؟ هل هو بيذمه ولا إيه؟ بس طبعا الحوار كان باين إنه مش مدح، فأنا سألته وليه بتقول عليه كده إن هو سفنجة؟ قال لي عشان هو أناني، اتعود ياخد بس يمتص المية يعني، ها، بس مش بيدي. وبصراحة أول مرة أزعل يعني من كلمة السفنجة كده وأحس إن هي مش حلوة. للأسف ناس كتير عايشين بينا بقوا زي السفنجة كده، ياخدوا بس ما يدوش، ولو الخير جالهم تلاقيه وقف عندهم ما بيعديهمش. إزاي نعلم ولادنا ونتعلم قيمة العطاء؟ ده اللي هنعرفه وهنتكلم فيه مع ضيفتنا دكتورة مي مصطفى، استشاري العلاقات النفسية والأسرية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا أستاذ دعاء. إزاي إحنا عايزين نبدأ من ولادنا، يعني إزاي نعلم ولادنا العطاء وأهميته وقيمته؟ احنا قدوتهم وهم زي السفنج برضو، بس الفكرة ان في مرحلة ان انت بتخلي السفنج زي ما بيمتص الحاجة، وانس ما هتعملي عليه بوش او تدوسي عليه هيبتدي يرد لك كل ده. بالظبط كده. ففي الحالة دي انا لازم اديله على قد ما اقدر. لو اديته عسل ما تعملي بوش عليه هيديكي عسل. طب مية كذلك، اي حاجة صالحة هتدوسي عليه هيبتدي يردها لك. ولادنا كده، لو ابتدينا من الاول ان احنا نبتدي نديهم ونعلمهم العطاء لينا ولغيرنا، ان انا معايا احمد ربنا، وفكره العطاء في حد ذاتها ما هي الا الحمد. كان الشيخ الشعراوي، سمعت حديث ليه من فتره كده، كان بيقول عن حديث للرسول عليه الصلاه والسلام، حد بيساله ازاي احمد ربنا او ازاي ان النعمه تدوم، قال له احمد ربنا. قال له احمد ربنا ازاي؟ قال له بالعطاء، ان هو يفضل يدي. انا دلوقتي ربنا كرمني بحاجه، هل ادي الحاجه دي؟ قالوا لا، ان انت تدي بحمدك لربنا تبتدي تدي للناس، تديهم حاجه تانية حتى وان كانت، بس انت كده بتقول ربنا شكرا بيها ان انا في نعمه وبحافظ على عدم زوالها. يعني ان احنا ممكن معرضين لاي حاجه في اي وقت، ربنا يحفظنا واياكم. ولكن انا اعلم ولادي، انت عايز ربنا يحافظ لك على النعمه اللي انت فيها، في مدرسه كويسه، في بيت كويس، عندك عربيه ماما وعربيه بابا، الكلام ده كله، احمد ربنا بايه؟ ان انت قيمة العطاء بقى في ده، ان انا اعلمه يدي زمايله، يدي اصحابه، يدي المحتاجين، ودول اهم حد، عشان اقول له حافظ على نفسك، حافظ على نعمك، اتعلم ان انت تدي، عشان بعد كده هيدي مين؟ هيدي اخواته، هيدي امه وابوه في الكبر، هيدي زمايله في الشغل وفي المدرسه، هيدي اصدقائه، هيدي مدرسينه، هيدي الفقراء، هيدي المساكين، هيدي مشاعر واحاسيس. العطاء مش مجرد بس مال، مش مجرد صدقات، مش مجرد إكرامية لحد أو الكلام ده كله، ولكن العطاء في حد ذاته إن أنا بعلمه القيمة ذات نفسها في كل حاجة، إن أنا أخد ودي. يعني ربنا بيديني أو ربنا دلوقتي المصدر ليه، إزاي أرد له شكرا أو أقول له إزاي على عطائك ده ليا، بإن أنا أخليها دايرة مقفولة عمالة بتلف. هو ربنا بيديني، أنا بدي اللي حواليا، ببتدي أشوف مين اللي ناقصه حاجة، أساعد زميل ليا في دراسة، أساعد زميلة ليا، أساعد حد محتاج مساعدة، مش لازم برضه زي ما قلت حياتك مادية بس، ممكن تكون معنوية، ممكن تكون نفسية، إن أنا أنصح حد، أرشده لحاجة، أوجهه لحاجة. كل دي قيم للعطاء، كل دي صور للعطاء برضه لازم نعلمها لهم، ونعلم ازاي يستمتع بيها، مش مجرد ان هو بس بيعملها، اللي هو بيطلع مثلا ايديه يدي في الاشاره فلوس او حاجه، لا. انا ابدا بنفسي. الطفل دايما بيقلد، احنا زي ما قلنا سفنج، انا اللي هديهوله هو هبتدي اعمل عليه بوش هيرده. انا بدي طول ما انا ماشيه مثلا لحد محتاج، حد عاوز فلوس او كده. من فتره كده كنت بدي لحد في اشاره، فلقيت ابني بيقول لي لو سمحت يا مامي ما تديش حد كده تاني. فقلت له ليه؟ قال عشان انا شفت ريبورت على اليوتيوب بيقول الناس دي متسولين، والناس دي بتبقى بيحصل منهم مشاكل والكلام ده كله. خلينا نوجه المواضيع لحاجه فعليا تكون فيها امان. فقلت له صح، احنا عندنا فعلا بنعمل كده، بس هي جت يعني باي لك. فانبسطت جدا، كنت صراحه سعيده ان هو وجهني لحاجه زي كده. بسبب ايه؟ ان انا الاول اديته المعلومه، ما ده نوع من انواع برضو العطاء، ان احنا بندي الناس المحتاجين. فلقيته بيقول لي طيب احنا الفتره اللي جايه دي داخلين على عيد والكلام ده كله، عايز اعمل حاجه معاكي من اللي انت بتعمليها عندك في الجمعيه. قلت له خلاص، احنا نبتدي ناخد صك ونبتدي نجمع مع بعض فلوس عشان نعمل ده. فكره انك تلاقي ابنك او بنتك سعيد بانه عايز يدي اكتر منه ياخد، اطمني عليه. طبعا دي حاجه مهمه جدا، لكن في فعلا نوجه برضو الاباء والامهات ان هم ممكن من كتر ما بندلع ولادنا فنفضل نديهم نديهم من غير ما نطلب ان هم يردوا،
هي دي بقى اللي بتعمل المشكله في الشخصيه، ان هو اتعود ياخد بس وما عندوش استعداد يدي، هو لا لينا ولا لغيرنا. بنديله ايه وبناخد منه ايه؟ دايما نفهمه ان كلمه مثلا سلام عليكم لازم يا حبيبي يبقى ليها رد، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صح، انت دلوقتي عايز حاجه، بتقول بعد اذنك عايز كذا، فانا بدي ليك. في الحاله دي يبقى احنا معودينه ان احنا عندنا تو واي، ما فيش وان واي او طريق واحد، لا احنا عندنا طريقين. طريق ان انا بقول لحضرتك مثلا محتاجه كذا فبتديهوني. احترام الشيء ده وقيمه الشيء ده ازاي انا هحافظ عليه، انت عايز تحافظ عليه وبحدود. احنا عندنا امهات واباء فعلا بيعملوا مشاكل كتير جدا، بيدوا بلا حدود. لا انا لازم ادي بحدود واعرفه انت بتعمل ده ليه وبتعمل ده ازاي، وهتصرف الفلوس دي في ايه مثلا، او هتشتري بيها ايه. في ناس تقول لك ده عنده 13 سنه و15 سنه انا هساله ازاي يعني. لا تكتشفي بعد كده مثلا ان هو بيتعاطى مخدرات او ايا كان. لا طبعا لازم اتابع ابني واتابع بنتي واتابع ولادي بتعمل ايه. طب خد فلوس اوكي، لو هتاكل بيها حاجه مفيده انا مفيش مشكله، بس مش على طول برضو. يعني في ناس تقول لك ايه لو هياخد الفلوس وياكل مش مشكله. لا ما هو انا برضو ممكن اوصل معاهم لمرحله سمنه، ممكن بعد كده يبقى بياكل اي حاجه تتعبه، ممكن بعد كده يعتاد الاكل في الشارع. فكل حاجه دايما بحدود بتبقى كويس، انما لما باجي اسيب الموضوع اوبننج كان زي ما بنقول ما بينفعش طبعا. فلازم اعلمه قيمه ان هو بياخد ويدي. انت بتديني دلوقتي مشاعر وانا بديك مشاعر، انا مثلا بديك فلوس بديك اهتمام بديك رعايه، بديك ان انا بربيك بخلي بالي منك بشوف لك الانسب والافضل في مدرستك في تمارينك في دروسك، طول الوقت انا اللي بختار لك والكلام ده كله. اخليه يشاركني القرارات نوعا ما، ايه رايك المدرس ده ولا المدرس ده، ايه رايك المدرسه دي، ندخل مثلا اخوك الصغير المدرسه دي افضل ولا المدرسه دي افضل ولا المدرسه دي. فكره ان انت تحسيه بمسؤوليه نوعا ما بتخليه عنده شخصيه في قراراته طبعا. فيقدر من خلالها ما يبقاش اناني. فكره الانانيه بتيجي من ان انت بتدي له بس ومش محتاجه رايه ومش محتاجه حاجه، وعايز ياخد زي السبونسر ما حضرتك قلتي في الاول، يسحب وما يديش. طيب احنا دلوقتي هنشوف تقرير خير ونموذج كده العطاء، زي ما كنتي بتتكلمي مع ابنك ان هو عايز يعمل معاكي صك وتجمعه للمؤسسه. فاحنا هنشوف دلوقتي مشروع من مشروعات مؤسسه اكرام، وهي مشروع الاضحيه، ونرجع نعلق عليه. يا فاطمه قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. تخيل الأضحية فيها كام شعرة، فيها كام شعرة بها كلها حسنات. طب الأجر الوفير ده مين اللي ياخده؟ كتير مننا قوي ما يقدرش عليه، ولذلك دين الإسلام الحنيف جعل ما يجزئ في الأضحية. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البدنة تجزئ عن سبعة، يعني ممكن سبع جيران، سبع زملاء، سبع أصدقاء يشتركوا في أضحية واحدة. دين الإسلام دين واسع، دين حنيف. وأنا عايزك تتخيل والأضحية بتندبح ذنوبك بتندبح معاها. جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أي الإسلام خير؟ وخد بالك من السؤال، أي الإسلام خير؟ مش ما أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله، أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تطعم الطعام، أن تطعم الطعام. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عايز ربنا سبحانه وتعالى يعلي قدرك، أطعم الطعام. خايف من يوم القيامة أو ما يحدث فيه من هول أو غيره، أطعم الطعام. عايز ربنا سبحانه وتعالى يقيك حر النار يوم القيامة وحر الشمس، أطعم الطعام. إحنا هنا مع مؤسسة إكرام بنقول لكم أطعموا الطعام وأدخلوا الفرحة على الناس في يوم العيد وأيام السعادة. أطعموا الطعام أيها الأحبة، أحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم اللي تقدر عليه، صك أضحية، تضحي عن نفسك، تقيم السنة وتقيم شعيرة الإسلام
في أيام العيد، وفي نفس الوقت تدخل السعادة والفرح على غيرك، وفي نفس الوقت تغفر ذنوبك، وفي نفس الوقت توسع على نفسك باللي أنت بتعمله من خير، ربنا سبحانه وتعالى يعيد عليك. شفنا طبعا الريبورتاج، وده مشروع الأضحية في مؤسسة إكرام، وهم الخروف عندهم سك الخروف ب 6000 جنيه، هو الخروف كامل، والعجل ب 35000 جنيه، وبيتقسم طبعا لسبعة، فكل سك ممكن الواحد ياخد سك ب 5000 جنيه. ده ايه الأضحية؟ وعايزين تعليق حضرتك على التقرير. طبعا خير الصدقات اطعام الطعام، زي ما كنا بنتكلم دلوقتي عن العطاء، فكره ان انا اعرف ولادي يعني مش هنقول قيمه، بس يعني ان فكره ان انت بتعرفيهم ازاي يقدروا يعيشوا وهم ومجتمعهم، ان انا لازم انا زي ما انا باكل لحمه مثلا كل اسبوع، كل يومين، كل ثلاثه، في ناس كتير عندنا ما بتبقاش شايفه الكلام ده غير كل عيد، يعني لو ما حدش راح وده مثلا صدقات من مثلا الاضحيه او الكلام ده كله هم ما بيشوفوهاش. فالفكره ان انا لازم اعلمهم ان هم لازم يبقوا متعاونين، موجودين في مجتمعهم، ليهم دور، حتى بمصروفهم بحاجات بسيطه نجمع مع بعض ونخليهم يعملوا الموضوع ده. طيب تعالي بقى نشوف كمان تاني تقرير ومؤسسة إكرام، هنرجع لكم تاني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في المدينة كان يضحي كل عام، كل سنة سيدنا النبي يضحي عن نفسه وعن أمته، عن الأحياء وعن الأموات. ومن هنا أهل العلم أخذوا دليل إن يجوز للمضحي إن هو يضحي عن الأموات من أهل بيته. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المسألة مسألة تقوى، لذلك النهاردة مؤسسة إكرام جابت أجود أنواع الأبقار في إنتاج اللحوم ووفرة اللحوم، وده برضو تعلمناه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا النبي على سبيل المثال في صلح الحديبية كان معه 1400 بعير، كان النبي يجليها كلها. يعني إيه يجليها؟ كان سيدنا النبي بيزينها، مسألة فرحة يا أحباب، فرحة. كان النبي يزينها، تخيل 1400 بعير والنبي زينهم يجليهم كلهم. كذلك الفرحة في العيد إنك أنت وإنت بتضحي تضحي بأفضل شيء. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وكل عام أنتم جميعا بخير. كتير مننا بيحاولوا يعملوا اضاحي ويذبحوا في المكان قريب منهم، لكن مش بيلاقي مكان يوزع عليه اللحمه. حواليه ناس كتير بتضحي، لكن الاضحيه دي هتوصل لابعد مكان، في اماكن ما فيهاش ناس بتضحي. زي ما قلت لحضراتكم، احنا عندنا فرصه وتحدي، خليك سابق بالخير. 1050 صك اضحيه، لازم تاخد منهم صك او تاخد اضحيه بالكامل. العجل بيشترك فيه 7 افراد، قيمة صك الأضحية 5000 جنيه، ممكن تعمل عجل بالكامل أو تاخد صك من العجول، ولو معكش ثمن الصك بالكامل اعمل جزء، اعمل مساهمة بلحوم صدقة وساهم معانا، وخلينا دايما في مؤسسة إكرام بالخير سابقين. احنا عايزين منك تعليق اخير في نهايه فقرتنا. اسبقوا بالخير، ما عندناش حاجه تانية اكتر من كده نقولها، ان احنا فعلا لازم نحمد ربنا بان احنا نرد جميل للناس اللي حوالينا اللي ما تعرفش يعني ايه لحمه، ونعلم اولادنا قيمه الحمد، ونقول لهم شوفوا الناس دي ما بيشوفوش لحمه غير كل سنه،
مش لازم 5000، مش لازم زي ما قلنا بسهم، بحاجه بسيطه، بمصروفهم، ب50، ب100، ب200. لازم اعلمه ان هو يكون شريك دايما في مجتمعه مع كل الناس اللي حواليه منه ويحس بيهم طول الوقت. بشكرك جدا في نهايه فقرتنا، ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.